الغريبة الدايبة الناعمة، حلم كل واحدة مننا. ممكن نكون كلنا بنعملها بنفس المكونات، لكن في حبة تفاصيل صغيرة كده في النص هي اللي بتكون الفيصل في نجاح الوصفة. ناس كتير بتشتكي ان الغريبة بتشقق او بتبصم، او مش عارفين يظبطوا درجة الحرارة بتاعة الفرن عشان تطلع بالتسوية المثالية. النهاردة هقولك على كل الاسرار اللي هتطلع معاكي احلى وانعم غريبة كده بتدوب في البق ذوبان. اكيد اي حد هيدوقها هيفتكر ان انت جايباها من افخم المحلات. تعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا، بس ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو. الغريبة بنعملها بقاعدة كده متعارف عليها، وهي 4-2-1، اللي هو 4 دقيق، 2 سمنة، 1 سكر. دلوقتي احنا هنجيب 2 كوباية من السمنة وهنحطهم في التلاجة لغاية ما السمنة تمسك نفسها وتبقى بالشكل ده، لكن ما تحطيش السمنة في الفريزر علشان هتبقى محجرة وهيبقى صعب علينا ان احنا نضربها بمضرب البيض. المهم السمنة بتاعتنا لازم تكون بالشكل ده، ما ينفعش نستخدم السمنة وهي سايحة. كمان هنستخدم 2 كوباية من السكر، لكن انا بنقص ملعقة كبيرة من السكر علشان انا ما بحبش الحاجة تكون مسكرة بزيادة، والتحلية هنا كانت مناسبة جدا جدا. في الاول قبل ما نستخدم المضرب بنقلبهم شوية كده بالملعقة، علشان لو استخدمنا المضرب في السكر البودرة ده هيطلع علينا طبعا على وشنا وعلى الرخامة. بنشغل المضرب الاول على البطيء وبعدين بنعلي السرعة. هنفضل مشغلين المضرب لغاية ما السمنة مع السكر يدوبوا كده ويندمجوا ويبقى القوام كريمي كده، يعني عامل زي الكريم شانتيه، شايفين يعني لونه افتح. يعني طولوا بالكم في المرحلة دي، اهم حاجة ان احنا نضربه كويس علشان الغريبة تبقى ناعمة معانا ودايبة، بيكون بالشكل ده. بعدين هبتدي اضيف الدقيق. انا هضيف 4 كوبايات من الدقيق، واستخدموا الدقيق اللي هو متعدد الاغراض. ضفت ذرة ملح، وكمان ضفت 2 باكيت من الفانيليا علشان الفانيليا بتخلي برضو ريحة الغريبة حلوة كده ومفحفحة وجميلة. ودلوقتي هنقلب الدقيق مع السمنة والسكر. وفي قاعدة كده متعارف عليها في النواعم، خلوا بالكم كويس منها، ان احنا ما بنعجنش النواعم، يعني ولا البسكوت ولا البتيفور ولا الغريبة بنعجنهم، لان لو عجنتيهم كتير هيتكون فيهم مادة الجلوتين اللي هتخلي الحاجات دي تبقى ناشفة معاكي. فاحنا بالراحة كده بنلم العجينة لغاية ما كلها كده تتشرب من المادة الدهنية وتبقى عجينة ملساء معانا وما بتلزقش. يعني ممكن في الصيف يبقى فيها سن التلزيقة بسيطة بسبب الحر، لكن في الشتاء ما بتلزقش. كده خلاص احنا لمينا كل العجينة وبتكون بالشكل الجميل ده، ما بتلزقش في ايدينا زي ما احنا متفقين. بنختبرها بعد ما بنغسل ايدينا وبنشفها، ما تختبروش العجينة وايديكو فيها من العجين، لان كده كده هتلزق فيها. فاحنا بنغسل ايدينا وننشفها وبعدين نختبرها. شايفين شكلها؟ لو شققت معاكو الكحكة دي اللي احنا بنختبرها، يبقى كده انتوا كترتوا الدقيق. كمان لو كانت سايحة او بتلزق في ايديكو ممكن تزودوا ملعقة مثلا من الدقيق، لكن ما تزودوش دقيق كتير علشان ما تبقاش ناشفة معاكو. دلوقتي الحاجات البسيطة دي ممكن نزين بيها، اقولكم على اكتر من طريقة ممكن نزين بيها الغريبة. انا كمان جبت فول حلواني، ده اللي هو الفول السوداني، ممكن تستخدمه مكسرات او ممكن تعملوا الطريقة البسيطة اللي انا هعملها دلوقتي. اخدت قطع من العجين واخدت ملعقة من الكاكاو الخام الاسباني، وده مضرب اللي انا كنت بضرب بيه، يعني كان بيكون فيه كده فاضل بقايا من السمنة والسكر اللي انا بضرب فيهم، فبنطر بيهم العجينة علشان ما تبقاش ناشفة وعلشان ما متشققش معانا. لو هتستخدموا كمية كبيرة من العجين اللي هو بيكون فيه الكاكاو ده، ممكن تسيبوا مثلا ملعقة من الخليط اللي احنا ضربناه في الاول اللي هو السمنة مع السكر علشان نطري بيها العجينة. ببتدي اكورها كده كور صغيرة خالص كده زي اللولي علشان نزين بيها الغريبة. هكمل كل العجينة دي بنفس الشكل. وكده خلاص انا خلصتها كلها. هنبتدي دلوقتي نشكل الغريبة، وخلوا بالكم ان احنا لازم نغسل ايدينا كويس علشان ما تبصمش في الغريبة. اخدت اول واحدة كده وكورتها بين ايديا، وما نضغطش عليها جامد، لان كده كده احنا لما بندخلها الفرن بتبتدي تريح شوية، فعلشان ما تبقاش يعني مريحة زيادة عن اللزوم بنحط فيها قطعة كده من العجينة اللي هي فيها الكاكاو، بيبقى شكلها جميل جدا جدا. والطريقة دي في التزيين اكتر طريقة انا بحبها بصراحة. كمان ممكن نحط اللولي ده في النص. اللولي ده بيكون بألوان كتير جدا دلوقتي، وممكن كمان على فكرة تحطه في النص هنا واحدة من الشوكولاتة شيبس، لان الشوكولاتة شيبس ما بتسحش من حرارة الفرن. هنا انا حطيت واحدة من الفول السوداني. الفول السوداني ده اللي هو فول الحلويات، بيبقى متحمص كده يعني 3/4 تحميصة.
العجينه زي ما انتوا شايفين كده ما بتشققش وما بتبصمش في ايدي، ده معناه ان هي يعني اتعملت كويس جدا. لو كانت بتلزق بزياده في ايدك في الشتاء يبقى كده هي ناقصه دقيق، ممكن تزودي نص ملعقه دقيق مثلا، ده في الشتاء. لكن في الصيف لو بصمت في ايدك ممكن تدخليها التلاجة مثلا دقيقتين تلاتة على ما تمسك نفسها. ويفضل النواعم عموما ما نشتغلش فيها واحنا مشغلين الفرن علشان ما تتسحش وما تلزقش في ايدينا. هكمل الصاجة اللي معايا بنفس الطريقة كده، انا عملت لكم صف من كل حاجة انا زوقت بيها علشان تشوفوا الحاجة اللي تعجبكم ممكن مثلا تشتغلوا بيها. شكلهم بيكون حلو وجميل كده ومفرح، والكمية دي جميلة على فكرة يعني فيها بركة. عملت لي صاجتين كبار، الصاجة اللي قدامكم دي مقاس 40 في 40 يعني حجمها كبير، والصاجة التانية دي مقاسها 40 في 60 وده حجم الفرن اللي هو 5 شعلة، حجمها كبير طبعا. تعالوا نتكلم على التسوية. احنا بمجرد ما بنخلص تشكيل الغريبة بنولع الفرن، وبعدين لما تسخن خالص يعني نستنى لما تبقى سخنة جدا جدا هنوطي الفرن ونخليها على 160 ونحط الصاجات دي في الفرن في الرف اللي هو في النص، ما تحطوش في الرف اللي هو قريب من الفرن من تحت علشان ما تتلسعش وتاخد لون جامد من تحت، لان الغريبة يعني معروف ان هي بيكون لونها اشقر مش لونها يعني بني مثلا. فاحنا بنستخدم الرف اللي هو في النص، بتقعد في الفرن حوالي 10 دقايق مثلا، وبعدين بنفتح الفرن ونشوف اذا كان لونها ذهبي او اشقر كده بنطلعها من الفرن. لكن لو لقينا ان هي لونها لسه ابيض زي ما هو زي ما انتم شايفينها كده بنستنى عليها 5 دقايق تانية. يعني هي التوتال بتاخد في الفرن قد ايه؟ بتاخد من 15 دقيقة ل 17 دقيقة، ده بالكتير جدا جدا لو فرن كواتيه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصراحة يعني الغريبة طريقتها من اسهل ما يكون، لكن في ناس كتير ما بتظبطش معاهم، وعايزة اقولكوا السبب الرئيسي ممكن يكون في الموضوع ده هو نوع الدقيق. فانا هقولكوا على اكتر من نوع اللي هم بيظبطوا معايا، ممكن تستخدموا الضحى او الكوثر او سنبلة الفرات، لكن انا منصحكمش ابدا تستخدموا حلو الشام لان استخدمته في الغريبة وفي النواعم السنة اللي فاتت فما كانش ظابط معايا في المكونات. يعني انا استخدمت كل المكونات دي لكن احتجت ليها 4 كوبايات ونص من الدقيق، علشان كده انا ما استخدمتهوش تاني. شايفين شكلها جميل ازاي؟ كمان حلوة وفيها بركة. يعني عملت السرفيز الكبير ده، على فكرة ده حجمه كبير، والشوية اللي هم على الصاجة دول. عايزة اقولكم على نقطة مهمة خلوا بالكم منها، الغريبة لما تخرج من الفرن وهي سخنة ما تحركوهاش ابدا ولا تمسكوها وهي على الصاجة، بنستنى لما تهدى تماما وتبقى باردة وبعدين بنبتدي نحركها او نخرجها. شايفين الغريبة قد ايه هي دايبة وناعمة، كمان بتدوب في البق دوبان. عايزة اقولكم مش من النوع اللي بيلزق كمان في البق. اهم حاجة التسوية، يعني خلوها تستوي دايما على نار هادية، ما تعلوش عليها الفرن لان هي من النواعم الحساسة اللي ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. لما تيجوا تخزنوها نحطها في علبة بلاستيك وبين كل طبقة والتانية كيس من اكياس التلاجة عشان ما تبصمش كده في بعضها. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير للفيديو، بحبكم جدا جدا.